الاشهار افضل حكمك نزيار قصر الامارة قصر الامارة قصر الامارة يا مسلم قوم ثقة ديني ودنيا يا فقيه الآن ربيب العين ولك راية من الكرار فكر راسخ مع الغاية أخذ منا بطولاته والهدايا يا تاج العيس يا بحر الجود يا حماية إلى الكوفة عجل إنصيد وبرايا يا مسلم قوم ثقة ديني ودنيا فقيه الآن ربيب العين ولك راية من الكرار فكر راسخ مع الغاية أخذ منا بطولاته والهدايا يا تاج العين يا بحر الجود يا حماية إلى الكوفة عجل أقصيد وبالراية كتابي تقرأه عليه وسلامي وصله إليه وقلهم امدوا ايديهم اللي باعه تبقى في عينه كتابي تقرأه عليهم سلامي وصله إليهم وقلهم امدوا ايديهم اللي باعه تبقى في عينه يا مسلم قوم ثقة ديني ودنياي فقيه الآن ربيب العين ولك راية من الكرار فكر راسي مع الغاية أخذ منا بطولاته والهدايا يا تاج العز يا بحر الجود يا حماية إلى الكوفة عجل اقصد وبالراية كتابي تقرأ عليهم سلامي وصل إليهم وقلهم امدوا ايديهم لباعة تبقى في عينهم كتابي تقرأ عليهم سلامي وصل إليهم وقلهم امدوا ايديهم لباعة تبقى في عينهم فيك الأمان يا بن عقيل نفحة القرآن عزتي ثورتي راية الإيمان فيك العزيم يا بطل ساحة الميدان من الولي عمك علي رافض الطغية فيك الأمان بالعقيل
نفحة القرآن كعزتي دورتي راية الإيمان فيك العزيز يا بطل ساحة المجا من الولي عمك علي رافض الطغيان كتابي تقرأ عليه سلامي وصل إليه وقلهم امدوا ايديهم لباعة تبقى في عينهم كل امات تبن عقيل نفحة القرآن كعزتي في ثورتي راية الإيمان فيك العزيم يا بطل ساحة المدى من الولي عمك علي رافض الطغيان يا تاريخ الفكر للأرض بحر علمي الولي السيئ يا عين الماء يا كل ضار يا حربات يا من بيتي الأمة ولك الحور يظل ميا شرف أصلك على كل عار فخر حتى محل آجار يا من بيتي يبقى الأمة ولك الحور يظل ميا شرف أصلك حتى مع الآجار انت فخر الولاية انت نبع الهداية من علي انت آية فيك موت الغواية انت فخر الولاية انت نبع الهدايا من علي انت آية فيك موت الغواية فيك الامان يا ابن عقيل نفحة القرآن كعزتي راية الإيمان فيك العزيز يا بطل ساحة الميدا من الولي عمك علي رافض الطغيان يا تاريخ الفكر للأرض بحر علم الولي السيئ يا عين الهادي يا قلبا يا حربة المحتار يا من بيتي بجهل آمى ولك الحار يضل ميا الشرف أصلك على كل عار فخر حتى مع